مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير على حضراتكم. نتمنى لكم النهارده ان شاء الله متابعه سعيده معانا وحلقه النهارده من نهار جديد. نهاركم دايما يا رب مليء بالخير والسعاده وكل شيء جميل باذن الله. اسمحوا لي بدايه ارحب بزميلي العزيز عاصم الشندوي. صباح الخير يا عاصم. صباح الخير عليك يا ماء، وصباح الفل على حضراتكم. يوم جديد ولقاء يتجدد في نهار جديد، مستمرين معاكم طوال هذا الاسبوع من الاحد ان شاء الله لحد يوم الاربعاء اللي جاي من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 12 ظهرا، فقرات متنوعة مختلفة نتمنى رب انها تنال اعجاب حضراتكم. امبارح بدأ ماراثون الثانوية العامة، طبعا حالة الطوارئ في البيوت المصرية اللي فيها ثانوية عامة يمكن دقت بقالها شهر تحديدا بأول استعداد لهذا الماراثون. نتمنى رب كل التوفيق ان شاء الله والسداد لأبنائنا الطلبة والطالبات في جميع محافظات الجمهورية. الامتحانات بدأت وسط استعدادات كبيرة جدا واتخاذ العديد من الإجراءات سواء من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة ايضا المحليات والمحافظات اللي فيها طبعا في كل امتحانات الثانويه العامه، وبالتالي ان شاء الله الامور متيسره على كل الطلبه والطالبات. امبارح كان هناك بعض الشكاوى من امتحان اللغه العربيه، الامتحان طويل، الامتحان محتاج ساعات كثيره جدا عشان يقدر الطالب يحل، ولكن وضح وزير التربيه والتعليم وطمأن يمكن مع اولياء الامور وقال لهم ما تقلقوش، مش لازم ان يوصل ل 80 او 90%، ممكن ياخد 75% يوصل للكليه اللي هو عايزها، وان الامتحان هدف الأول والأخير أنه يقيم الطالب اللي فاهم وليس الطالب اللي حافظ، وكمان يقدر الامتحان يفرز الطالب اللي هو ذاكر واجتهد طوال السنة والطالب اللي هو ما ذاكرش وما اجتهدش. فبالتالي نتمنى رب التوفيق. وفي ظل الناس اللي اشتكت أيضا هناك الكثير من الطلبة اللي قالوا أيضا أن الامتحان جه كويس وميسر وفي مستوى الطالب المتوسط، وناس كانت مبسوطة من الامتحان. الخلاصة كده احنا محتاجين الناس تعمل اللي عليها وأولياء الأمور يهيئوا المناخ المناسب لأولادهم، وإن شاء الله بإذن الرحمن النجاح هيكون حلفهم. طبعا مع بدايه ماراثون بقى امتحانات الثانويه العامه، احنا بنتقدم بالدعوه لكل اولادنا وبناتنا ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ويقويهم خلال هذه الفترات، لان فتره الامتحانات بقى هي الفتره الاصعب. يمكن السنه كلها بيذاكروا وبيتعبوا ما بين المدارس، ما بين الاونلاين، ما بين ان هم بياخدوا دروس، ما بين حاجات كتير قوي بيعملوها علشان يقدروا يحصلوا اكبر قدر من المعلومات من المواد الدراسيه، وربنا ان شاء الله يكلل مجهودهم ده بكل خير وبكل نجاح. فكره الثانويه العامه، منظور الثانويه العامه اختلف، الشكل اتغير، الشكل التقليدي للامتحان اللي احنا تعودنا عليه او اللي معظم الاجيال اتربت عليه ده اتغير تماما. دلوقتي في شكل بيواكب التكنولوجيا والحداثه، وفكره انه يكون في اهتمام بالفكر وان الواحد الطفل الفهم بشكل عام احسن من الحفظ. يعني الشكل النمطي او ان احنا ندخل الامتحان اللي حفظناه بنكتبه في الورقه، خلاص الزمن ده انتهى. في دلوقتي نظام جديد، اسلوب جديد للامتحانات، وده اللي يمكن شويه قلق الطلبه والطالبات واولياء الامور. ده نظام جديد وده اللي مطلوب علشان يكون في عداله في يعني تقسيم الدرجات على الاولاد، اللي ذاكر ما يبقاش زي اللي ما ذاكرش، اللي تعب طول السنه مش زي اللي بيلعب طول السنه وجاي على اخر كده كام يوم او على اخر شهر بيبدا يفتح لسه المناهج. الحقيقه انه في مجهود كبير من قبل وزاره التربيه والتعليم، دكتور طارق شوقي يعني مهتم جدا بالموضوع وبيحاول بقدر المستطاع ان هو يعمل النظم او يطبق النظم اللي يكون فيها تسهيل على الطلبه، خصوصا ان سنه يعني سنه تحديدا من الثانويه العامه سنه صعبه وسنه في ظل جائحه كورونا، فطبعا الاولاد في تحديات كبيره جدا بتواجههم، محتاجين الدعم، الدعم من كل اللي حواليهم. يمكن الاسر تحديدا يا عاصم هي اكتر داعم بقى معنوي للاولاد في هذه الفتره. نحاول نخفف عليهم الضغط النفسي، بلاش نضغطهم، الامتحان اللي ينتهي خلاص انتهى، هنفكر في اللي جاي، هنفكر في اللي بعده، وربنا يا رب يوفقهم جميعا ان شاء الله. خلينا نقول اعاده الهيكله اللي حصلت في انظمه التعليم في مصر، هدفها الاول والاخير ان احنا يكون عندنا كوادر علمية قادرة على الإبداع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطالب بدل ما يحفظ كلمتين ويقعد يصمهم طول السنة عشان خاطر يحطهم في كراسة الإجابة في الامتحان وينجح وياخد درجة يوصل للمراد اللي هو عايزه، ده انتهى خلاص، هذا العقد البائد انتهى. احنا محتاجين طلبة قادرة على الفهم. اللي انت بتتعلمه في الثانوية العامة ده مش عشان خاطر انك انت تاخد بيه درجات وخلاص، لا، اللي انت بتتعلمه طوال سنين عمرك والمراحل التعليمية المختلفة عشان تعرف تستفاد بيه في حياتك، عشان تعرف تطبقه في كل امور حياتك العملية، وكمان استفاد فيه بعد كده لما تيجي تشتغل. كمان الجزئية الأهم، بلاش أولياء الأمور يضغطوا على ولادهم، بلاش الترهيب، بلاش الترويع. حتى لو مثلا جالك ابنك امبارح واشتكى لك من مادة اللغة العربية، قول له معلش خلاص اللي حصل حصل، استعد للمادة اللي جاية وانسى
تماما موضوع اللي حصل معاك في اللغه العربيه لو هو لا قدر الله ما جاوبش كويس، وافتح صفحه جديده ودعمه للماده اللي جايه بعد كده سواء للشعب الادبي او للشعب العلمي. اهم حاجه الحافز ده، وخليكم مع اولادكم واحده واحده. انا عارف والله ومقدر، وكلنا يمكن مقدرين يا ما موضوع الضغط النفسي الرهيب على كل الاسر، يعني احنا مرينا بهذا الموضوع وانت مريت وكل الناس يمكن او اغلب البيوت المصريه مرت بامتحانات الثانويه العامه، وكنا فعلا في حاله طوارئ. يعني انا عايز اقول لحضراتكم لو هقول حاله حرب يعني مش هبالغ، فعلا حاله طوارئ وكل الاسره مستعده. ولو ابوك دخل ورزع الباب استنى ابنك بالراحه، ده ابنك نايم او ابنك بيذاكر في الثانويه العامه، والحاجات دي احنا بنشوفها. فده لو ده اللي بيدل على حرص الاسره المصريه ان اولادها ينجحوا ويوصلوا لمرادهم وعلى مستقبلهم ان شاء الله، وده هيحصل باذن الرحمن، ولكن بعد الجد والاجتهاد. هتذاكر وهتتعب وهتفهم وتكون حريص على فهم كل دروسك، ان شاء الله هيكون النجاح حليفك. ربنا يوفق كل الطلبه والطالبات يا رب العالمين في الثانويه العامه، وان شاء الله باذن الرحمن مش بس ان هم يعيدوا معانا في عيد الاضحى المبارك عفوا، كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله هيعيدوا بقى معانا العيد الاكبر بنجاحهم بقى لما تبان النتيجه. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا عاصم، كل سنه وانتم طيبين. نسمع اغنيه نرجع نكمل مع حضراتكم.